عليك ريهام. أشكرك شيرين على هذه المتابعة الإخبارية السريعة، ونطرح سؤال امتدادا لما تابعناه من التطورات في غزة، وسؤال يطرح نفسه بقوة: ماذا بعد اليومين تمديد الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ ما هي السيناريوهات المقبلة، وكيف يمكن تحقيق ما يتطلع إليه جميع المعنيين بالقضية الفلسطينية على محورين: تثبيت الهدنة وإيصال المساعدات الواجبة إلى ضحايا هذا الصراع الجائر الإسرائيلي وهذه الاعتداءات الصارخة على الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة؟ معي ومعكم في هذه الوقفة الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي. أهلا بحضرتك دكتور. لو تسمح لنا ويسمح لنا المشاهد الكريم نخرج لمتابعة هذا التقرير ونعود للمزيد من التحليل. يومان إضافيان في الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، هكذا أسفرت الجهود المصرية الحثيثة بالتعاون مع قطر خلال الأيام الماضية من أجل إقناع الطرفين بتمديد الهدنة. مباحثات وصفها المراقبون بالشاقة والماراثونية من أجل إقرار تمديد الهدنة والإفراج عن عدد أكبر من الأسرى والمحتجزين، وكذلك دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح. تشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع. البيت الأبيض رحب بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة، وأعرب المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن أمله في أن يكون أمريكيون بين الرهائن 20 الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد ذلك، إذ يعتقد أن 8 أو 9 مواطنين أمريكيين ما زالوا بين المحتجزين في قطاع غزة. بدوره اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس وبارقة أمل وإنسانية، رغم أنه يبقى غير كاف لإيصال المساعدة الضرورية إلى من يحتاجون إليها من سكان القطاع. جهود مشتركة بين القاهرة والدوحة أسفرت عن نجاح الهدنة الإنسانية التي تم خلالها الإفراج عن مجموعة من الأسرى والمحتجزين، والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها وتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا تمديدها. ما بين عدم التهوين وعدم التهويل، ما الذي تمثله الهدنة أو الهدنات، وما هو السيناريو ما بعد هذه الهدنات؟ سؤال أبدأ به. هذا اللقاء مع دكتور رفعت سيد أحمد، الخبير في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وتحية مجددة لحضرتك. أهلا وسهلا. تفضل دكتور. يعني أعتقد أن الهدنة السابقة والتي قبلها حققت جزء من أهدافها، وعلى رأسها الإفراج عن أسيرات وأطفال فلسطينيين أسرى مقابل بعض الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال أيضا أو حاملي جنسية يعني أخرى بالإضافة للجنسية الإسرائيلية. فحققت الهدف الأول وهو هذا الإفراج، ثم إسكات المدافع والمذابح التي دأبت إسرائيل عليها خلال 50 يوم بأهداف عالية السقف لم تتحقق، فشلت في تحقيقها تماما، متذرعة بحقها في دفاع نفسها، متذرعة بسبعة أكتوبر، وأن ذلك شكل من أشكال اختراق الأمن القومي الإسرائيلي وتهديده، وفصلت هذا التاريخ عن تاريخ إرهابها هي الذي ولد 7 أكتوبر، وبالتالي فشلت في تحقيق أهدافها.
ولكن الهدن حققت أهداف جزئية من تهدئة الأوضاع، إيقاف المذابح وليس القتال الحقيقي برجال مقابل رجال، هو قتل الجبناء من الجو وتدمير وتخريب ونازية في مواجهة أطفال، مواجهة مستشفيات، مواجهة كنائس، في مواجهة مساجد. فشلت في هذا الأمر وكانت معلية السقف جدا. السقف كان الإفراج بالقوة المسلحة عن الأسرى. أسر قادة حماس والقسام الزراع العسكري لحماس على وجه الخصوص، ومحاكمتهم محاكمة علنية هوليودية في المية أمام أنظار الداخل الإسرائيلي، ونزع تلك القوة المسلحة وتهجير كل هذه الملايين الفلسطينية إلى الحدود مع مصر، تحديدا من الحدود مع مصر. هذه الأهداف الثلاثة الأساسية لعملية الرد الإسرائيلي على طوفان الأقصى لم يتحقق منها شيء، وتعبت الآلة العسكرية الإسرائيلية من الدم، يعني هي ما زالت تتعطش إلى الدم، لكن لم تحقق أهدافها. فدخل الوسطاء، وبضغط أمريكي دخل الوسطاء، وبالتالي تحقق إيقاف الحرب مؤقتا، لأني أتصور أن في الداخل في داخل إسرائيل وفي مكنون الإدارة الإسرائيلية في قلوبها تتمنى مزيد من الدم والمجازر في مقابل هذا الشعب الذي لم يخضع لهم. لماذا اختارت الولايات المتحدة هذا التوقيت كي تضغط وتتوسط؟ لأن أمريكا كانت ترسم تصور في بداية الحرب من خلال تاريخ أمريكا أصلا مع العالم وصراعاتها أصلا السابقة في أغلب مناطق العالم، أن القوة هي التي تحقق الأهداف السياسية، والوحشية في القوة، التوحش في استعمال القوة، وأن هذا السيناريو إذا انسحب على إسرائيل فممكن أن يحقق لهم الأمر، وبالتالي يعني أعطتها كل الأضواء الخضراء في بداية الأسبوعين الأولين من الحرب، وأعطتها كل الدعم، قدمت حاملات الطائرات، المدمرات، الإفشال القرارات في مجلس الأمن الدولي، الغطاء السياسي، الغطاء المادي، كل ما يتيسر للإسرائيلي لكي يحقق بالقوة أهدافه من تلك الحرب. أمريكا كانت متصورة وفق تاريخها في الإرهاب أيضا أن استخدام هذا العنف وهذا الإرهاب الكبير سينجز شيئا خلال أسابيع قليلة. فوجئت أنها لم تحقق شيء، بل خسرت كثيرا، حتى خسرت الأصدقاء من الحلفاء العرب، وخوفهم من هكذا إرهاب أمريكي إسرائيلي قادم على الجميع يعني. فبدأت تأخذ خطوة إلى الوراء، وبدأت يعني تضطرب الأمور بداخلها، طبعا مع الرأي العام الدولي الذي انفجر مؤيدا للفلسطينيين ورافضا لهذه المذابح والمجازر. كل هذا ضغط على الإدارة الأمريكية، ضغط على صناع القرار في الغرب، فكان بصيص الأمل في فكرة الهدنة والتي ستليها هدنة وقد تأتيها بعد ذلك هدن أخرى ثم اتفاق بعد ذلك. داخليا أسأل حضرتك، ما هي ملامح المرحلة الجديدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انقضاء وقف إطلاق النار اللي ممكن بين قوسين نوصفه بالمؤقت أو الهش؟ هو هش، لأن أنا أظن أن الليلة مثلا هناك تهديدات من قبل الأجنحة اليمينية في الحكومة الإسرائيلية بأنهم سينسحبون من الحكومة الإسرائيلية، بن غفير بالذات هو وخمسة من وزراء اللي معاه من اليمين سينسحبون من الحكومة الإسرائيلية إذا وقعت اتفاقية جديدة، يعني بعد بكرة مثلا، يعني لأن المفروض الاتفاقية الهدنة الثانية ستنتهي غدا، بعد غد إذا ما كان هناك هدنة ثالثة فهناك تهديد من قبل شركاء نتنياهو في الحكومة أنهم
سيخرجون من الحكومة، وبالتالي تبدأ الحكومة في السقوط تدريجيا. وهي ده هيؤدي لمزيد من التخلخل في الداخل الإسرائيلي المحتقن بالأساس. هو أساس صحيح. كيف يمكن يعني للقضية الفلسطينية أن تستفيد من ذلك، وللزخم العربي والدولي على الأقل يعني الدولي غير مزدوج المعايير أنه يستثمر هذه الفترة؟ تحتاج إلى إرادة، إلى إرادة عربية وإلى إرادة دولية ترفض هكذا إرهاب. إذا وصلنا إلى تلك الإرادة، إلى ما وجدنا تلك الإرادة والاستعداد لاستخدامها في مواجهة كيان مزروع في منطقة ويمارس إرهاب منذ نشأته ولا يمارس غير ذلك، لا يمارس سياسة ولا يريد أن يعيش في أمان، هو كما قال أحد مؤسسيهم ثكنة عسكرية أو جيش بنيت له دولة وليس دولة لديها جيش. فنحن أمام هذه السكنة العسكرية، فإذا روحية الحرب والعدوان قائمة ومستمرة، فيروس مكون في جينات الدم الإسرائيلي. انعكاسات الحرب أنا أظن أنه سيتفكك الحكم في إسرائيل تدريجيا، يعني سنشاهد خلال الشهور والسنوات القادمة إذا ما سكتت المدافع، يعني إذا ما كانت هناك هدنة طويلة في مع غزة، إعادة ترتيب للأمور مع غزة، سينشغل الداخل الإسرائيلي بانقسامات داخلية شديدة، وسينشغل بمشاكل عديدة. أبسط مشكلة، مشكلة الهجرة العكسية من الشريط الغزاوي أو شريط جنوب لبنان إلى الداخل وإلى خارج فلسطين المحتلة، في أكثر من 300 ألف إسرائيلي تركوا بيوتهم في غلاف غزة، ما يسمونه غلاف غزة، وهي أراضي فلسطينية محتلة، لكن المصطلح يعني الخادع اللي بيسموه غلاف غزة الدارج في إعلامنا أو الإعلام العربي أو غيره وهو خاطئ، هي مستوطنات استولوا على أراضي فلسطينية حقيقية، هي أراضي فلسطينية مش غلاف، وبالتالي هي مطلوب تحريرها أصلا، يعني فعملية طوفان الأقصى كانت تقصد تحريرها. إذن سيحدث الهجرة ستزيد في المرحلة القادمة، المشكلة الاقتصادية ستتفاقم لما يكون خلال 50 يوم إسرائيل استدعت ما يقترب من 300 ألف جندي احتياط، يتم الصرف عليهم يوميا 250 مليون دولار. لدينا أزمة مالية كبيرة واقتصادية كبيرة سيعيشها الكيان الصهيوني بعد في اليوم الثاني لسكوت المدافع، اليوم الثاني لهذه الحرب. لدينا هجرة عكسية من الكيان إلى الخارج. على صعيد الهجرة العكسية، عايز أخذ الهجرة الأخرى للأسف غير المحمودة، وهو سيناريو التهجير القسري. على ضوء المعطيات الأخيرة، هل هذا السيناريو دكتور رفعت أرجئ لأجل غير مسمى، ومتى يمكن يعني أن يحدث الإشعار الآخر يعني الذي بالتأكيد يعني نخشاه جميعا لأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصفية القضية الفلسطينية؟ هو سؤال مهم. أنا بظن أن أحد أهم نتائج حرب غزة أن هذا المشروع فشل، أو على الأقل فشل مرحليا، لأنه مشروع أصيل في العقلية الإسرائيلية من يعني الشهر التالي لنكبة 48، وقلت قبل ذلك في أكثر من لقاء بأن مذكرات النقراشي باشا اللي كان رئيس وزراء مصر بعد حرب بعد نكبة 48 عرض عليه من الوسيط الدولي بلندو دي في مذكرات النقراشي باشا أن تستضيف مصر في سيناء المهجرين الفلسطينيين اللي طلعوا نتيجة هذه النكبة، فرفض النقراشي باشا، رفضت مصر الملكية هذا التهجير. ثم جاء جمال عبد الناصر سنة 55 وعرضت على الأنوروا أن يستضيفهم 230 ألف فدان في سيناء، فرفض جمال عبد الناصر. ثم توالى الرفض في مصر الجمهورية ومصر الملكية حتى مصر الحالية، رفضتها ليه؟ لأن كان في سببين أساسيين وما زال قائمين. السبب الأول أنها تصفية للقضية الفلسطينية، لأن ما فيش دولة من غير شعب،
لن يكون ممكنا أن تتحدث عن فلسطين بعد ذلك. تأكيد ليس هناك، هناك أرض لكن ما فيش شعب هجر. وستتحقق المقولة الإسرائيلية الكاذبة والخادعة اللي بني عليها الكيان، وأن نحن ذهبنا إلى أرض بلا شعب، فجئنا بشعب يهودي عشان يعيش فيها، لكن كان في شعب فلسطيني وهجر 750 ألف في النكبة بالقوة بالمجازر، مجازر دير ياسين وغير زي المجازر اللي حصلت في غزة حاليا، 1400 مجزرة في غزة خلال 50 يوم بهدف التهجير. بالنسبة التهجير قد إيه تحقق جزء من هذه الخطة الإسرائيلية؟ نعم. لتهجير القسري الفلسطينيين منذ بدء الأزمة في السنة. شوف بس أنا عايز أكمل بقى. فضل. الهدف الثاني وهو ضرب الأمن القومي المصري، خلق مشكلة لمصر، يبقى تصفية القضية وخلق مشكلة مزمنة للأمن القومي المصري في شمال سيناء، بحيث تصبح هذه القضية أساس من أسس تفكيك الدولة المصرية وانجذابها بجيشها بإمكانياتها بغيرها إلى مشكلات إقليمية متتالية، بالذات مع إسرائيل. لأن هذا الوجود الفلسطيني إذا افترضنا جدلا يعني وتواجد هنا فهو سيقاوم، سيحاول العودة إلى بلد، سيصبح حرب مستمرة بين مصر القيادة المصرية على مر التاريخ دأبت على قطع الطريق على الجانب الإسرائيلي. فهذا هذه المؤامرة، هذه المؤامرة بشقيها تصفية القضية أو الأمن القومي المصري رفضت، وكانت حرب غزة شكل من أشكال الرفض ثبات الشعب الفلسطيني في أرضه. تعرف بعد طبعاً. 50 يوم والضرب اللي أسقطوا على غزة حوالي 45 مليون ألف مليون طن ما يعادل 3 قنابل نووية اللي ألقيت في هيروشيما. نعم. ألقي في هيروشيما القنبلة كانت 15 مليون طن، ألف مليون طن. فأنت لما تبقى القنبلة في هيروشيما بهذا الحجم بقى أنت في 3 قنابل على الأقل ألقي على غزة. مع ذلك كان تعداد الشعب في عشية الهدنة الأولى اللي موجود في شمال غزة 800 ألف، ولم يهاجروا من شمال غزة اللي دمر بالكامل، لم 800 ألف فلسطيني ثبتوا في بيوتهم هناك. في طبعا فلسطين على الحدود، وفي فلسطين في رفح، وفي عمليات قصف وعدم أمان مستمرة، لكنهم ثبتوا لأن عارفين أن المخطط ستكون نكبة ثانية زي نكبة 48، وستكون بداية لتدمير الدولة الفلسطينية الحقيقية. لذلك الشعب ثبت في الدعم المصري والدعم العربي وإلى آخر بالثبات في الأرض، ده عامل من عوامل البقاء مع قراءة حقيقية للهدف الإسرائيلي. اللي حصل على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، يعني العدوان الأخير على قطاع غزة، يعني هل يوصف بتهجير قسري جزئي أم أنه طبعا. تهجير أو يعني انتقال مؤقت بفعل يعني رغبة السكان في الهروب من أتون هذه الحرب هو الدائرة؟ هو هدف إسرائيلي للتهجير بالتأكيد، ولازال الهدف قائم. لا واقعيا اللي حصل فعليا، لكن حاليا الناس اضطروا تحت الضربات المتتالية أن يهربوا من بيوتهم. صحيح. إلى بيوت أخرى إلى داخل فلسطين، داخل قطاع غزة. قطاع غزة كله حوالي 360 كيلومتر، يعني طوله 41 كيلومتر، وعرضه من 6 إلى 12، يعني مساحة ضئيلة. ومع ذلك هذه الجغرافيا الخانقة أهلها ثبتوا وضحوا، لأن أمامنا تضحيات كبيرة طبعاً. لهذا طبعا كان في هدف أكبر كمان لإسرائيل، هو خلق تهجير قسري لكي يقيم قناة بديلة لقناة السويس من الخليج، من عند إيلات، من الخليج العربي أو الفر الخليج العربي خليج العقبة إلى أسدود على البحر المتوسط اللي هي بالقرب من قطاع غزة. طبعا المنطقة دي صحراوية وهي تبقى صعبة، ال 260 كيلومتر دول صخرية وصعب جدا بناء قناة، لكن هتبقى سهلة لما تكون في قطاع غزة. ما يكونش في بشر هناك، هتمشي من قطاع غزة تبقى أسهل لتطل على البحر المتوسط. هذا المخطط فشل ولن يتحقق. فمن ضمن الأهداف التي فشلت لإسرائيل أو مجمل الأهداف التي فشلت لإسرائيل، فشل مشروع القناة، فشل مشروع التهجير الناس من بيوتها لتحقيق يعني غلاف زائد الغلاف اللي موجود أكثر أماما كما يتصورون، هم لا يدركون. لكن للأسف نجحت إسرائيل في جعل قطاع غزة غير قابل للحياة. يعني المتابع يعني عن قرب للمشاهد وتوقف المستشفيات عن بالضبط. هو التدمير الرهيب الذي جرى
ده تدمير يعني النازي بالنسبة إليه طفل، يعني اللي جرى من إسرائيل في قطاع غزة طبعا تدمير مذهل. السؤال هو مش ليه وصلنا المرحلة، لكن المطلوب كيف نواجه ذلك. نواجه ذلك أعتقد بإرادة عربية لإعادة تعمير غزة ولإعادة تقوية بقاء أهل غزة في بلادهم الحقيقية، خلق حياة جديدة بقوة عربية داعمة بشكل كامل، لأن الإسرائيلي يعني هو لن يتورع عن العدوان المستمر. فبقاء هذه الشوكة في حلقه باستمرار هي حماية لأمننا القومي العربي، مش حماية لأهل غزة فحسب. فالدفع في بقاء الناس وإعادة التعمير وإعادة تقوية هذا المجتمع بما فيها القوة المسلحة، أنا رأيي هذا، لأني هذا عدو ثبت أنه لا صديق له ولا سقف لعدوانه. البعض يقرأ التصريحات الأمريكية الأخيرة على أنها تحول في المواقف الأمريكية، والبعض الآخر متحفظ جدا ويرى بأن هي مجرد تربطه بمصلحتها طبعا الولايات المتحدة، لأن بالتأكيد يعني تمديد الهدنة هو فرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الأمريكي، صح، وتحقيق بعض الأهداف الأمريكية. أنا أميل إلى أن أمريكا ليست صادقة في مخططاتها بفكرة الدولتين، بفكرة عدم التهجير. هي أجبرت على أن تقول ذلك سياسيا نتيجة الصمود الفلسطيني، والسبب في تغيير اللغة أو طريقة الخطاب، لكن مضمون السياسات قائم وهو مضمون عدواني. أمريكا لو رفعت يدها عن إسرائيل، إسرائيل في المحصلة الأخيرة ستتوقف وربما تنهار. يعني دايما كنا بنقول في كتاباتنا وفي تحليلاتنا ان اسرائيل هي اكبر حاملة طائرات امريكية في العالم، هي جاءت لتحقق وظيفة لامريكا في المنطقة تاريخيا وللاستعمار الغرب عموما. وهذه الوظيفة الذي يحركها، هذه الدولة الوظيفية التي يحركها هو الحاكم في واشنطن، الادارة الحاكمة في واشنطن. إذا ما رفعت يدها عنها أو وجهت الاتجاه الصحيح لمصالح المنطقة في ومصالح العالم في السلام والأمن الحقيقي، بالتأكيد إسرائيل ستنتهي. وهذا أحد تخوفات حتى الكيان الصهيوني من داخله. يعني قادة إسرائيل الكبار زي يهود براك كتبوا من السنة اللي فاتت وغيرها بما سمي عقدة أو يعني كارثة العقد الثامن. إيه كارثة العقد الثامن؟ إن لم تنشأ لليهود دولة اكتملت بعد 80 سنة، بتنهار في بعد 80 عام، من 70 إلى 80 سنة بتنهار. هذه اللعنة، لعنة العقد الثامن، كتب عنها براك، قال إن في نبوءات على لدينا في الكتاب في التلمود وغيرهم إن إحنا مش هنكمل 80 سنة، يعني سنة 27 تنتهي إسرائيل. البعض يقرأها دينيا والبعض قرأها اقتصاديا وسياسيا، إن هكذا كيان مكون من 24 مجتمع من العالم واللغة وإلى آخره سيتفكك من الداخل بفعل كمان مثل هذه الحروب، وهذا الفشل في إدارة الحروب، وهذا الفشل في إدارة العلاقات مع المحيط، المحيط سواء المحيط العربي أو العالمي، سيؤدي إلى إنهاء هذا المشروع. طبعا مش من يوم وليلة، لكن ستتفكك بنيته. أمريكا تدرك ذلك تدريجيا، ولذلك أتت بحملات الطائرات بسرعة، عارفة أن هذا كيان هش، حملات الطائرات على بنتهم الربيبة التي تؤدي وظيفة لهم في المنطقة، وهذا الدعم اللامحدود. فإذا ما ضغطنا على أمريكا بشكل مباشر فبالتالي سنضغط على إسرائيل، لأن أمريكا هي يعني الأب الروحي، الحليف الحاضن الأساسي لهذا العدوان. وإذا ما تم هي تتصدر الصفوف في الدعم لإسرائيل، لكن ليست وحدها، يعني طبعًا نرى الغرب وما يفعل الغرب، وإن كان في بعض التغير في المواقف. مش عارفة هل حضرتك تعول عليها لدرجة أن احنا ممكن نقول أنه هيكون في رياح تغيير في الفترة القادمة؟ شفنا يعني إسرائيل استدعت سفراء، يعني لها نظرا لما ارتأته
انتقادا من على معبر رفح، يعني عندما أصدروا تصريحات يعني منتقدة للعدوان الإسرائيلي وغير مدينة بالشكل الذي توقعته إسرائيل للجانب الفلسطيني لهجومه على إسرائيل في البداية. هذا جانب. جانب آخر وهو أيضا لاقى انتقادات شديدة جدا، أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عندما ربط بقدر ما انتقد الجانبين، إلا أنه ربط بين ما جرى وما تقوم به إسرائيل على مدار عقود من الزمن. صحيح تقيم صحيح. تغيرات في الرأي العام الدولي أو في بعض مواقف الحكومات الأوروبية جاءت في تقديري طبعا بعد سلسلة المذابح والإجرام الذي تم خلال الأسابيع الستة أو السبعة الأولى، وهذا الإفراط في العنف والإرهاب حرك الرأي العام الدولي فضغط على حكوماتهم. وكمان احنا في زمن استخدمت فيه الصورة فوريا لكشف المذبحة، كان سنة 48 كنت بتسمعي عن المذبحة بعد وقوعها بشهر أو بشهرين، لم تكن للصورة تأثيرها وسلطانها الكبير كما هي الآن. كل هذه العوامل مجتمعة ومع طبعا صمود الشعب الفلسطيني في أرضه بدد أكاذيب كثيرة قدمتها آلة الإعلام اليهودية في العالم وفي الداخل الأمريكي أو الداخل الأوروبي، فبدأت المشاعر والمواقف تتغير تدريجيا. أضف إلى ذلك المصالح، مصالح تلك الدول في منطقتنا إذا ما كانت فئتون من النار والتوتر المستمر والكراهية لمن يساند هذا العدوان والتي تتراكم في نفوس حتى الأطفال، يعني إذا كان من فضل لإسرائيل أنها أعادت تذكير أطفالنا وأحفادنا بالقضية الفلسطينية بما كان سنبذل جهودا كبيرة في تذكيرهم، وفرضت سياسة المقاطعة لبضائعهم لسلاحهم إلى آخره. كل هذا التغيير الذي جرى أنا أعتقد أثر على الرأي العام الدولي وأثر على بعض الحكومات الغربية ومنها التصريحات الأخيرة ده، لكن للأسف أزعج إسرائيل. لكن طبعا البنية الأساس لسه، وطبعا مثل هذا الصراع الممتد اللي اشتغلوا هم عليه في الإعلام وفي السياسة وفي المصالح وفي الاغتيالات وفي إلى آخره، على ذكر المصالح هو ده اللي يعني للأسف حائط الصد اللي دوما بنصطدم به هو أن قوة الإلزام غائبة في أي قرارات أو مطالبات للجانب الإسرائيلي بأن يتوقف عن ممارساته وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية. صحيح. يعني ويجب أن أعرف السبب، يعني حتى نسعى إلى إزالته أو مواجهته. هل هي توازنات القوة؟ هل هي عيوب أو مشاكل في الأساس الهيكلي للمنظمات نفسها والتي أعطت للولايات المتحدة هذه المساحة حتى تستخدم النقد، حق النقد الفيتو يعني باب خلفي كي يعني تفر إسرائيل من أي معاقبة دولية على انتهاكاتها. كل اللي حضرتك تفضلت به صحيح، في خلل في بنية وهيكلية وعدالة المنظمات الدولية وبالتحديد مجلس الأمن. يعني فكرة لما تبقى في قارة بالكامل أفريقيا ليس لها حق الفيتو مثلا، وأكثر من دولة أوروبية، إذا احنا بنتكلم على قارات، فهذا خلل في العدالة الدولية، في بنية العدالة الدولية ثمة خلل يحتاج إلى نضال وإلى مواجهة. كمان خلل في وازدواجية، مش ازدواجية، ثلاثية في تطبيق المعايير العدالة الدولية. لما يبقى عندك أكثر من 657 قرار دولي في منظمات مختلفة بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية لم يطبق منها يعني شيئا تقريبا، يعني بل بالعكس كان يطبق العكس باستمرار. فهذا الخلل وهذه الازدواجية مع 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 بنية تحتاج إلى إعادة صياغة وعدل مرة أخرى هو اللي ولد طبعا يعني جرأة إسرائيل على الحقوق وعلى الإنسان وتحولها إلى دولة عدوانية لا تعيش إلا بالعدوان. لماذا؟ لأن ليس هناك ردع دولي كبير. يعني أحادثة غزة أو ما جرى في غزة خلال الخمسين يوم
يعني أيقظ الروح الإنسانية، ولكن يحتاج على لهذا الإيقاظ إلى شغل عربي، إلى بناء واستثمار عربي عليها في خلال المراحل القادمة. ما هو المطلوب في هذه المرحلة؟ هو ده السؤال. لدينا أسلحة كثيرة في المحيط العربي وفي المنطقة العربية والإسلامية، ينبغي أن نحسن استخدامها لردع هكذا عدوان سيتجدد. طالما بقيت إسرائيل في هذه المنطقة سيتجدد هذا العدوان والإرهاب المستمر. لديك يعني عشرات الوسائل، ولا نطالب بالغليان مرة واحدة، لا نطالب يعني لما التدرج لما بتطالبي بارتفاع درجات الحرارة المياه بياخد بالتدريج لغاية 100% لغاية تدخل الجيوش العربية التدرج في المواقف لإزالة هذا الكيان مثلا. ده 100%. لا احنا ما بنطالبش ده، يعني نتيجة ظروفهم ونتيجة الأوضاع اللي موجودة. على الأقل في تصرفات دبلوماسية في ورقة ضغط في نفط ينبغي أن تستخدم ونذكر باستخدامها كما استخدمناها في حرب 73، وكان لها تأثيرا كبيرا صحيح. على الاقتصاد الغربي، فبدأ يأخذ مواقف وقرارات لصالح الحقوق العربية في سياسات المقاطعة واللي بدأت تعمل شعبيا، محتاجة كمان غطاء رسمي عربي وتنظيم. لدينا الأبعاد والمواقف الدبلوماسية وهي عديدة، وسائل عديدة. في مهم جدا العمل على الأقليات العربية اللي موجودة في الخارج. لما الإسرائيلي بيشتغل في الساحة الأمريكية بيتحكم في كثير من المواقف والقرارات الأمريكية نتيجة اللوبي اليهودي اللي موجود في أمريكا. لدينا لوبيات عربية وإسلامية في وجاليات كبيرة وجمعيات ومؤسسات كبيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم. لدينا عالم آخر غير العالم الذي يفترضونه، لدينا أمريكا اللاتينية، لدينا أصدقاء في العالم. العالم ليس أمريكا فحسب، الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، لدينا دول أخرى تعاطفت بل قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل خلال هذه الحرب. كل هذه الجوانب الإيجابية تحتاج إلى إرادة عربية لتوظيفها واستثمارها، وليست إرادة ترتبط بالحدث فقط مؤقت، نأخذ القرار ثم ننام بعد ذلك يعني. بس لو عملنا دراسة مقارنة سريعة ما بين الجرائم الإسرائيلية السابقة التي لا تعد ولا تحصى على مدار تاريخ القضية الفلسطينية، وبين الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل هذه المرة بعد 7 أكتوبر 2023، ما هي القواسم المشتركة وما هي نقاط الاختلاف، سواء كانت يعني سلبا أو إيجابا عندما نقارنها بالجرائم الإسرائيلية السابقة؟ لا، هي القواسم المشتركة أكثر بكثير من الاختلافات. الجوهر هو يعني إهدار كرامة الإنسان، لو عدم وضع أي اعتبار للإنسان. هم يسمون الفلسطينيين بالحيوانات يعني في بداية الحرب، نفس المفردات اللي المؤسسين للكيان الصهيوني تعاملوا بيها مع في كفر قاسم، مذابح كفر قاسم، دير ياسين، وأكثر من 500 مجزرة في سنة 48 ضد الفلسطينيين بنفس المنطق، بس ما كانش فيه إعلان يظهر الأمر بالقوة وفي نفس التوقيت وبسرعة. فهو يتعامل بمنطق أنهم هم الشعب، هم شعب الله المختار، والباقي ليسوا بشر. هذه النظرة الفوقية ونظر الآخرين نظرة دونية وعدم اعتبارهم بشر هي ثابتة في كل المجازر الإسرائيلية عبر تاريخ 70 سنة لهذه الدولة. الفارق هو أن بدأ الإعلام والرأي العام الدولي والوسائل الحديثة في التواصل تكشف هكذا جرائم في لحظتها في توقيتها، فأثرت في شعور ونفوس الملايين من البشر. هل حصل قبل كده قبل ذلك مظاهرات إسرائيلية الهوية منددة بالعدوان الإسرائيلي ومطالبة بوقفه كما جرى هذه المرة؟ شوفي، المظاهرات اللي جرت كان في نوعين من المظاهرات. مظاهرات على مستوى الدولي من جماعات اسمها ناتوري كارتا، دي جماعات يهودية معادية لقيام إسرائيل أصلا في المنطقة.
وترى أن هذا مخالف للتوراة. وهذه الجماعات يعني في تقديرات تصل إلى حدود 5 مليون يهودي موزعين في مناطق مختلفة من العالم وعواصم الرئيسية في الغرب، لندن، أمريكا، حتى داخل إسرائيل. وهم ينطلقون من موقف عقائدي بأنهم ضد هذه الدولة، ومن ثم ضد إرهابها في المنطقة. هذا جانب من المظاهرات الكبيرة التي شاهدناها، وهم يرتدون القبعة بشكل لهم تميز شكل معين. ناتوري كارتا دول جماعات لها موقف تاريخي من الكيان الصهيوني، وده كمان ورقة مهمة. ده بيعيدنا للتفرقة ورقة الواجبة مهمة محتاجين نتعامل معها بين الإسرائيلية والصهيونية. نعم. والجانب الثاني مظاهرات أخرى داخل الكيان أو داخل الكيان الصهيوني لأسباب داخلية خاصة بأسراهم، خاصة بمشاكلهم، خاصة يعني في أتون هذه الحرب، إيقاف الحرب لمصالح خاصة بيهم. هذه مظاهرات من نوع آخر. وفي مظاهرات إنسانية كبيرة شارك فيها بعض اليهود الذين يعني لديهم يعني فعلا كراهية للصهيونية، وليس عقائدي يعني، لكن كراهية لهذا الشكل من الإرهاب، ولديه إنسانية. طبعا أقلية بسيطة، لكن شاركوا في المظاهرات العالمية مختلفة. تتهمهم إسرائيل بمعاداة السامية في مثل هذه الأحوال، وهل لديها مثلا قوانين أو تشريعات ترجع عليهم بها؟ ولا بالضبط في شماعة عندهم باستمرار، وهي شماعة معاداة السامية، وكأن الشعوب الأخرى ليست سامية، في حين إن العكس هو الصحيح. خطأ شائع، يعني خطأ تاريخي كبير متراكم، وده قصة أخرى. الفاصل بين الطيارات، هناك كمان جماعات متطرفة في الغرب تؤيد إسرائيل، من بيسموها المسيحية الصهيونية. يعني مش المسيحيين اللي في أغلب العالم، لا، هي جماعات منطقة من المسؤولين الغربيين يرون أن ضرورة إقامة إسرائيل من النيل إلى الفرات، إسرائيل الكبرى، حتى يعود السيد المسيح لحكم العالم حكما 2000. هذا الفهم الإنجيلي الغربي للحاكم، وليس الشعوب المسيحية بشكل عام أو الإنسان المسيحي بشكل عام. هذه جماعات ذات فكر صهيوني متغطي بفلسفة مسيحية بيسموها المسيحية الصهيونية، ودي فيها قصص كبيرة. أغلب قادة أمريكا من صناع القرار في داخل الإدارة الأمريكية من التسعينات حتى اليوم أغلبهم ينتمون إلى تلك الطوائف أو الجماعات الصهيو مسيحية. بشكر حضرتك جزيلا، شكرا دكتور رفعت سيد أحمد الخبير في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي. شكرا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة لهذا اللقاء المتجدد معكم في من القاهرة، وبالتأكيد متابعتنا وتغطيتنا متواصلة معكم على شاشة قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء.